الجدير بالذكر أن قوات الشرطة وفي إطار المهام الموكلة لها لا تدخر أي جهد في سبيل حماية الأشخاص في ذاتهم وممتلكاتهم عبر مختلف التراب الوطني، وهي المهام التي يباشرها أفراد الشرطة في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها. بخصوص الظاهرة الجديدة المتعلقة بعصابات الأحياء اللي في الحقيقة عشناها السنة سنة 2020 أو قبل، أما السنة هذه فكان الأمور يعني جد هادئة، فهي من مظاهر الإجرام الداخلية على المجتمع الدخيلة على المجتمع الجزائري، حيث كانت مصالحنا من خلال المديرية العامة للأمن الوطني سباقة في محاربة هذا الشكل الجديد من الإجرام باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية.